دلوقتي موقفين مصفحات وعربيات داخليه وجيش عندنا قدام البلد عند النقطه ده. دلوقتي العربيات دي ما بتلفش في البلد ليه بالليل؟ ما بتنظمش الامن والامان بالليل ليه؟ لما دلوقتي تلميذ من طلاب من اصحابنا ان هو يتخطف قدامنا من قلب المدرسه من وسطنا. انت عارف ازاي ان التلميذ يتخطف من وسطنا؟ الوقت ابن 16 سنه حتى ابويا ولاد انقذ في المدرسه. حلت ابو ابن 16 سنه حتى ابويا ولاد. القصه ببساطه جدا ان الشعب عايز حقوقه وعايز يحس بالامان. في اشاعات وفي حاجات يعني في حاجات تصل الى درجه اليقين ان في تواطؤ من بعض رجال الشرطه مع البلطجيه. عايزين نفك هذا الارتباط ونبدا حياه نظيفه وحياه جديده وانتهى عهد المخلوع بكل سواد.